نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. هيئة الانتخابات تؤكد عدم ورود أي طعن مع انطلاق فترة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. مجلس وزاري يقر إجراءات عاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية لتأمين استعداده للموسم الفلاحي 2024-2025. شركة نقل تونس تتسلم اليوم 75 حافلة في إطار برنامج الاقتناءات المستعملة. وفي العالم، الكيان الصهيوني يصعد عدوانه على لبنان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 2100 شهيد. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري للأخبار عدم ورود أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول من فترة قبول الطعون، والتي انطلقت أمس وتتواصل على مدى 3 أيام. بطبيعة الحال إذا ورد الطعون خلال هذه المدة القانونية المحددة ب3 أيام، لأنه من حق المترشحين القيام بالطعن لدى القضاء العدلي، يعني محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب، بطبيعة الحال ننتظر مآل متاع الطعون هذه لمدة تقريبا 3 أسابيع إذا كان باش تكون بطوريها الابتدائي والاستئنافي. وبطبيعة الحال إذا لم ترد طعون خلال المدة المحددة متاع 3 أيام، مباشرة هيئة الانتخابات تصدر وتصادق على النتائج النهائية بصفة رسمية، وقرار متاع النتائج النهائية بعد أمضائه بطبيعة الحال يقع إرساله إلى مجلس نواب الشعب وكذلك إلى الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأنه يقتضي القانون وأنه رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الغرفتين. نظر اجتماع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس في الاستعدادات الخاصة بالجلسة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 25. كما كانت هذه المواضيع على رأس جدول أعمال اجتماع ندوة الرؤساء أمس بمجلس نواب الشعب. وقرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إحداث لجنة عمل فنية تتولى ضبط عمل اللجان المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين. دعا نوفل سعيد مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد إلى ضرورة القطع مع التجاذبات ووضع حد للمناكفات والدخول في فترة تهدئة. وخلال استضافته أمس في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، شدد نوفل سعيد على ضرورة تثبيت التهدئة السياسية بناء على لحظة 6 أكتوبر التي قال فيها الشعب التونسي كلمته. التهدئة السياسية موجود، والمطلوب أنه تركيز وتثبيت، هذا مطلب ملح وأكيد يلزمنا الكل نغزره وننظره في اتجاه آخر غير اتجاه المناكفات والتجاذبات إلى متى باش تقف. ما نجموش نواصلوا على النمط هذا إلى ما لا نهاية له، يلزم البلاد تدخل في فترة تهدئة وهذا مطلوب. اليوم الشعب التونسي قال كلمة بشكل واضح وصريح، الشعب التونسي اليوم بانتخابه الرئيس قيس سعيد بهذه النسبة العالية أكد بكل وضوح أنه المنطلق هو 25 جويلية 2021. اليوم ينبغي البناء على هذه اللحظة، لكن تبقى لحظة قابلة للتعزيز وقابلة لأن نشترك كلنا في تدعيم بمشاربنا المختلفة. تونس هي لكل التونسيين مهما كانت المشارب الفكرية متاح. وفي سياق آخر، أكد نوفل سعيد أن الحقوق والحريات تظل مضمونة بالقانون، مشيرا إلى أن تواصل التشكيكات في نتائج الانتخابات الرئاسية بعد استيفاء الطعون يمس من أمن الدولة والشعب التونسي كاملا. يوم 6 أكتوبر المفروض أنه اللي عنده حجرة في يده لوح، والحق في التظاهر هذا حق مكفول دستورين، وحتى حد ما ينجم يمنع حتى حد من التظاهر تعبير على احنا آمنا بالصندوق ونؤمن بالصندوق، ونأكد لك اللي صندوق هو اللي يتكلم. الحقوق والحريات هذه مضمونة وبتبقى مضمونة. بقى التشكيك في الانتخابات وفي النتائج متاع الانتخابات بعد استيفاء الطعون القانوني ومواصلة التشكيك فيها تولي المسألة قد مناش هذا تولي تمس أمن دولة كامل.
وامن شعب كامل، لانه راهو مساله النتائج الانتخابات ماهيش لعب، معناتها زوز ملايين و500 معناتها صوتوا السيد الرئيس، نجيو نقولوا راهو ما يسووا حتى شيء، واليوم لا ثم كانوا وصي من الفوق معناتها باش يجي يمارس الوصايه نتاعو على هالملايين نتاع البشر، هذا غير مقبول. أقر مجلس وزاري انعقد أمس بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية، تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيته للموسم الفلاحي 2024-2025. وأكد رئيس الحكومة ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره خطيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني. في إطار برنامج الاقتناءات المستعملة، تتسلم شركة نقل تونس اليوم الدفعة الثالثة وقبل الأخيرة من الحافلات المستعملة، والتي يقدر عددها ب75 حافلة، وفق ما أكده للأخبار الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح. شركة نقل تونس في إطار تعزيز الأصول بتاعها، باعتبار أن وضعية ما تحتملش على مستوى نقص المعدات، كان ثم صفقة لاقتناء 300 حافلة مستعملة. الدفعة الأولى خديناها في أوت 2023 122 حافلة، الدفعة الثانية خديناها في فيفري 2024 47 حافلة، إن شاء الله معناها تكون الدفعة الثالثة نسلموها اللي فيها 75 حافلة، والدفعة الأخيرة والرابعة من حافلات مستعملة تكون في شهر ديسمبر. الحافلات هذوما باش يعزوا جميع الخطوط الخاصة بالنقل، وخاصة تدعيم الخطوط التي تشكو النقص وتشكو طلب إضافي على مستوى توفير وسائل النقل. وفي سياق متصل، أشار الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح إلى أن الشركة أطلقت منذ أوت الفارض طلب عروض دولي لاقتناء 300 حافلة جديدة، ومن المتوقع أن يتم التسليم في شهر فيفري المقبل. على إثر قرار مجلس إداري لاقتناء 300 حافلة جديدة، تم نشر إعلان طلب عروض دولي كان يوم 14 أوت 2024، حاليا في مرحلة فرز العروض المالية والفنية، وبالتالي أنه نأمل أنه 300 حافلة جديدة تكون معناها خلال شهر فيفري على أقصى تقدير مارس 2025، 300 حافلة جديدة اللي باش تعزز أسطول شركة داخل تونس وبالتالي تلبية جميع الحاجيات، فضلا كذلك التباحث حول توفير التمويل الضروري لتعزيز شبكة المترو بعربات جديدة. إن شاء الله بحول الله كما وصلنا أن عملنا على طلب عروض دولي لاقتناء 300 حافلة جديدة، كذلك نفس الشيء يكون بالنسبة لشبكة المترو، هذا كل يدخل في إطار تحسين منظومة النقل العمومي بإقليم تونس الكبرى، وكذلك تعزيز الطلب وتلبيته في أحسن الظروف. ضبطت وزارتا الصناعة والبيئة كلفة وشروط ومراحل تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق باستبدال 4 ملايين فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطاقة، والذي يمتد ل4 سنوات، ويتحمل صندوق الانتقال الطاقي نفقات تنفيذ هذا البرنامج على أن تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. تحيي تونس اليوم كسائر الدول الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي اليوم العالمي للبريد، ويصدر البريد التونسي بهذه المناسبة اليوم طابعا بريديا بمناسبة احتفال الاتحاد البريدي العالمي بالذكرى 150 لتأسيسه تحت شعار 150 عاما من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم. ويحمل الطابع البريدي شعار الاحتفالية وعلم تونس التي تحرص على مواصلة شراكتها المتميزة مع الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 36 مدنيا وجرح 150 خلال 24 ساعة الماضية في لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن العدد الإجمالي للشهداء ارتفع منذ 23 من الشهر الماضي إلى 2119 شهيدا و10,019 جريحا.
137 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء. كما تم فتح 990 مركزا لاستقبال النازحين، منها 781 مركزا وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. من جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارة على مبنى سكني قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله ضالعا في تهريب الأسلحة حسب قولهم، ولم يتضح ما إذا كان المسؤول المستهدف في الضربة الإسرائيلية في سوريا من بين القتلى. هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق. وأمام تردي الوضع في لبنان، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن فرنسا وقطر أرسلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان أمس في وقت تضغط فيه باريس من أجل زيادة الجهود الإغاثية ووقف إطلاق النار. وأفاد بارو بأن طرفي الصراع يجب أن يقبل اقتراح وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة لجهود السلام والمفاوضات لضمان سيادة لبنان وأمن إسرائيل دائما حسب قوله. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لمناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، وتفرض حصارا على مخيم جباليا، وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى عشرات الشهداء، فيما أجبر القصف الكثيف على المدنيين إلى النزوح نحو مدينة غزة. 43 شهيدا وعشرات الجرحى حصلت غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة في يوم واحد. في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها أجهزوا على أحد الجنود الإسرائيليين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. كما استهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع عدد من فصائل المقاومة مواقع الاحتلال في محور نتسريم، ونفذت عمليات أخرى في مخيم البريج وفي مدينة غزة. على صعيد آخر، أغلق متظاهرون إسرائيليون أمس الطريق المؤدية إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، واعتقلت الشرطة 7 من المتظاهرين. وقال موقع والا الإخباري العبري، قال إن المتظاهرين المنتمين لحركة تغيير الاتجاه الاحتجاجية أغلقوا المدخلين المؤديين إلى مكتب نتنياهو ووضعوا صناديق اقتراع على الطريق للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. 7:13 بتوقيت تونس، 9:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. هيئة الانتخابات تؤكد عدم ورود أي طعن مع انطلاق فترة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. مجلس وزاري يقر إجراءات عاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية لتأمين استعداده للموسم الفلاحي 2024-2025. شركة نقل تونس تتسلم اليوم 75 حافلة في إطار برنامج الاقتناءات المستعملة. وفي العالم، الكيان الصهيوني يصعد عدوانه على لبنان، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 2100 شهيد. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.